بتاع 2012، ومع ذلك كان السؤال الرئيسي: هل يحقق الدستور الحياة الكريمة لنا؟ هل يوفر لنا حقوق بالفعل؟ وإيه اللي معنى أن يكون مكتوب في الدساتير العدالة الاجتماعية والتأمين الصحي والحياة الكريمة ولا تفعل؟ لكن الحقيقة واضح أن هناك رغبة حقيقية في تفعيل مواد هذا الدستور اللي إن شاء الله سيتم الاستفتاء عليه. خلونا نشوف إزاي المواطن العادي بينظر للدستور الجديد. أيام قليلة تفصل المصريين عن التصويت على دستورهم الجديد، تلك الخطوة التي يراها البعض هامة لمستقبل البلاد، في حين ينشغل البعض الآخر بقضايا أخرى. الأرقام تشير إلى مشاركة المواطنين في الاستفتاء على الدستور السابق بنسبة 32%، في حين بلغت نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات البرلمانية الماضية ما يقرب من ضعف تلك النسبة، وهو ما يبرز أولويات المواطن المصري في مشاركته في الحياة السياسية. أنا مش عايز يكون الدستور يتحول إلى كلام على ورق، أنا عايز أما أجي أقول بتكلم في قضية العدالة الاجتماعية أشوفها فعلا مطبقة، عايز أما أشوف أتكلم على حد أدنى الأجور أشوفه فعلا على أرض الواقع. البلد فيها مشاكل أكبر من الدستور، في مشاكل اكبر بكتير من ان احنا نروح نصوت على الدستور، وهو الدستور القديم كان عايز شويه تعديلات بسيطه اللي هو بتاع مرسي، فاحنا اتعدلت في الجديد، بس مش دي القضيه الكبيره دلوقتي. دي اهم قضيه. ازاي بقى ده مستقبل مصر كله في 14 و15، مصر كلها لازم تنزل. احنا عاوزين نشوف على الواقع وعلى الطبيعه تطبيق المواد اللي هي جايه في الدستور، ما يكونش زي الدساتير اللي فاتت مع يعني على ورق وما فيش تطبيق فعلي ليها. الدستور الجديد ما فيش محسوبية، الدستور الجديد مش ابنك سقط أنا جعش خاطرك، الدستور الجديد مش ابنك هياخد وظيفة علشان خاطر عيونك، لا الدستور الجديد مش كده، الدستور الجديد حقي وحقك. ما فيش حاجة كاملة يعني، لكن هو بنسبة 90% زي الفل وكويس جدا. في بلد يعاني ربع سكانه تقريبا من الأمية، يعتمد المواطن المصري غالبا على وسائل الإعلام أو حشد التيار السياسي الذي يميل إليه لتكوين رأيه في الاستفتاء على الدستور، وقليلا هم من يقرؤون مواده كاملة. عم شعبان مواطن مصري غير متعلم، لكنه يدرك بحسه البسيط الفجوة بين مواد الدستور النظرية والتطبيق العملي لها. طيب هو كاتب لنا دستور حقيقي ولا قصه؟ احنا عاوزين اي دستور بس يتنفذ، ينفذوه على الارض، مش يكتبوا لنا وبعد كده العمليه تتغير عنه. طب ما هو الدستور ماشي، يا ريت نلقاه، بس عم يكتبوه لنا ويعاملونا بمعامله غير الدستور. بعض المراقبون يصفون الدستور الجديد بالتوافقي، كما يحظى بتأييد القياده السياسيه وقطاع عريض من المواطنين، لكن التجارب السابقة تشير إلى أن معيار استقرار الدساتير ليس فقط أغلبية التصويت، وإنما فاعلية تطبيق مواده على أرض الواقع. هبة الحسيني، قناة دريم. شكرا للزميلة هبة الحسيني. وزي ما عم شعبان قال في التقرير، هي القضية مش ان يبقى فيه نصوص محطوطة وبعدين في الاخر تعملوا حاجة تانية، الناس عايزة تحس ان هي بتبدأ بداية جديدة في مواد بتتكلم عن الحقوق، لكن نفذوها وخلوا الناس تحس بيها، ربما ده يكون امل المصريين. طبعا بعد إحالة نجل شقيق دكتور محمد مرسي إلى محكمة الجنايات لاشتراكه في قتل وإصابة 4 طلاب بجامعة الزقازيق أثناء المواجهات اللي شهدتها الجامعة ما بين الطلاب أنصار جماعة الإخوان المسلمين واللي كان فيها ابن أخو دكتور محمد مرسي، بدأت جماعة الإخوان المسلمين تتحرك لاتصالات مع أسرة عدد كبير جدا من الضحايا، منهم للأسف